السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وطريقة جديدة هننضف فيها يا جماعة الجمبري، وهننضف إن شاء الله مع بعض كده السمك. الفيديو النهاردة بتاعنا يا جماعة إن شاء الله يعني هقول لكم بقى إيه يعني طريقة حلوة أول تنظيف الجمبري، وكمان هقول لكم إزاي تعرفت الجمبري البلدي من بتاع المزارع. إيه أنا مبدئيا كده يا جماعة جبت جمبري أهو، ده يا جماعة كده الجمبري يعني ما كترتش فيه ولا حاجة. إيه وجبت برضه سمك، لان طبعا انا عندي في اللي بياكل سمك وفي اللي بياكل جمبري، ف يعني ما رضيتش اكتر. طيب تعالوا بقى كده نسمي الله ونشوف طريقه كده كويسه قوي يا جماعه لتنظيف الجمبري بكل سهوله، يمكن في بنات كتير إيه ما بتعرفش تنظف الجمبري. يلا بقى كده يا جماعه، عايزه حبايبي كلتهم اللي بيشوف الفيديو يعملوا لايكات، عايزه كله يعمل لايك، كله ما حدش بقى يا جماعه يستخسر يعمل ايه للفيديو لايك. تعالوا بقى كده نسمي الله مبدئيا كده. تعالوا بقى يا جماعه كده نقول لكم ازاي تفرق ما بين الجمبري بتاع البحر والجمبري بتاع المزارع. اول حاجه كده يا جماعه يعني عشان إيه لو انت لسه مبتدئه او ما اشتريتيش جمبري او عايزه تجيب الجمبري النظيف، اول حاجه شوف الجمبري الابيض اللي هو تلاقي لونه فاتح، لان اللي هو زي ده كده زي ما انتم شايفين ده كده يا جماعه، ده اللون الابيض اللي هو تلاقيه لونه يعني عامل زي ما يكون شفاف، اه يعني بيبقى زي ده كده. إيه طيب ليه بقى؟ علشان ميه البحر بتبقى دايما نقيه، بتبقى نظيفه دايما على طول، بتبقى ميه جايه بتجري. طيب الجمبري بتاع المزارع بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى غامق، بيبقى لونه كده، بيبقى يعني مد على رصاص غامق، او بيبقى اللون بتاعه بيبقى غامق. ليه؟ لان المزارع دايما يا جماعه الميه بتاعته بتبقى يعني بتبقى راقده شويه، او بتبقى مثلا يعني دايما بيكون الميه بتاعته بتبقى غامقه، ما بتبقاش مثلا زي ميه البحر دايما على طول بتتجدد. بيبقى فيها كمان اللي هو الاكل او الحاجات اللي هي الفضلات اللي بيبقوا يحطها للسمك ديت، دايما الحاجات ديت علشان كده ما بيبقاش السمك فيها او الجمبري فيها بيبقى يعني ايه، بيبقى لونه عاتم شويه. تمام. ده يا جماعه الفرق ما بين بتاع البحر او بتاع المزارع. طبعا بتاع البحر بيبقى نضيف كمان وبيبقى ما يعلاش عليه، يعني زي سمك البحر كده بيبقى طبعا احسن من سمك المزارع. سمك المزارع بيبقى كله دهن اي نعم ومش عارف ايه والحاجات دي كلها والناس بتفرح به، اما سمك البحر بيبقى يعني بيبقى نضيف برده وبيبقى يعني لونه حلو. تعالوا بقى اما نشوف الطريقه الحلوه ديت علشان اقول لكم اسهل طريقه لعمل الجمبري او لتنظيف الجمبري. هوريكم بقى طريقه ثانيه يا جماعه، والطريقه السهله دي ممكن تمشوا انتوا عليها. اول حاجه خالص انا بشيل الراس، الشكل ده اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده كده انا شلت الراس. بتشيلي برضو الديل، يعني دي طريقة احنا كلتنا متعودين عليها وكلتنا عارفينها. بنشيل القشر ده كده علشان ايه يعني عشان نعرف نشيل الحبل اللي هو الحبل الرمل دوت اللي بيبقى في تحت ده كده يا جماعه. انا نشرتها وشلت القشر، دي الطريقه طبعا العاديه اللي احنا كلتنا متعودين عليها. في الاول كده انا هفتح علشان اهو ده يا جماعه ده الطريقه اللي احنا متعودين، ده اللي هو الحبل الرملي ده طبعا بنشيله اهو اللي انتوا شايفينه اللي هو عامل زي الخيط دوت، ده برميه. باجي افتح بقى خالص كده اهي يا جماعه، ده الحته اللي هي كانت قدام بقت يعني لو ما اتشالتش لو ممكن ايه. انت بقى لو انت جيتي فتحتي كده هتبص تلاقي نضيفه خالص، ما فيش فيها اي حاجه اهي، ما فيش فيها اي حاجه. ده الطريقه الاولانيه يا جماعه اللي احنا ايه متعودين عليه. تعالوا بقى نشوف طريقه تانيه اللي انا هوريها لكم. ده طريقه تانيه بقى يا جماعه ان شاء الله برده هنعملها مع بعض اهي، ده طريقه برده سهله يعني بنشيل الراس برده اهي في صحن تاني كده يكون جاري. إيه نفس الطريقة برضو كده بنشيل الديل بكل سهولة خالص، بنيجي برضو هنا اهو اكنك بتفصصي، يعني طريقة سهلة ما فيش فيها اي حاجة. الجمبري دي يا جماعة لان في ناس كتير يعني ساعات بيدوها للناس اللي هي بتاعت السمك بتنضفها لهم لانهم بيخافوا ان هم ينضفوه. الطريقه التانية بقى يا جماعه انا نضفتها خالص اهيت، ده الجمبري انا نضفته خالص اهو، شلت القشر كله اللي عليه. بدل بقى ما تفتح الظهريه دي كلها وتشيل الحبل منها، في طريقه بقى سهله وبسيطه خالص.
اللي هو الدبوس. يا جماعه انا معايا طبعا العلبه ديت، دي علبه دبابيس لسه جديده نوفي، ما استعملتهاش ولا عملت فيها اي حاجه عشان ما حدش يقول لي لا ده كده ممكن يحصل تسمم او الكلام ده كله. لا انا عارفه طبعا ان هلاقي تعليقات كتير سلبيه، وناس هتقول لا دبوس ايه وايه القرف دوت، وده دي ممكن تجيب عدوى ممكن تجيب مش عارفه ايه. لا ده الدبوس يا جماعه ده لسه بيبقى جاي لسه بشوكه من العلب، ما استعملتهوش خالص. انت خايفه بقى ممكن تحطها على النار كده علشان تعقمي. طيب الدبوس رفيع، وفي طريقه تانية كمان ممكن لو انت عندك اللي هو الخله، عارفين الخله اللي هي بتبقى الرفيعه ديت ممكن تستعمليها، بس الدبوس ده يا جماعه بيبقى رفيع واسهل لك. الخله ممكن تكون البيض بتاعها تخين شويه، بس الدبوس دوت بيبقى رفيع، هتشيلي بكل سهوله هتشيلي الحبل. شايفين؟ شايفين طلع معايا اهو، طلع كله من اوله لاخره اهوت لو انتم ملاحظين، حتى هو بيبقى ابيض شفاف، ابيض شفاف لانه ده بيبقى بتاع بحر يا جماعه. الجمبري ده بتاع البحر، حتى لو هو بتاع مزارع بتلاقيه غامق واسمر، انما بتاع البحر ده بيبقى شفاف. شايفين؟ هعمل معاكم كمان واحده كده يا جماعه، يعني علشان اوريكم برضو الطريقه، ممكن يكون في ناس ما خدتش يعني بالها من الطريقه الاولانيه. ده اللي الراس اهي بشيلها وبقوم حاطاه في طبق جاري كده يعني علشان التنظيف اهو، برضو ادي هو يعني اللي تنظيف الجمبري يا جماعه مش صعب ولا حاجه ومفيش فيه اي حاجه. بنيجي برضو من عند البطن كده اهوت وبقوم قلبهم مفصصاه. بتقشري يعني بتقشر عادي اكنك بتقشري حاجه عادي خالص كده، ما فيش شيء، قشر وبتقشر كده عادي. طلعت اهي سليمه اهي زي ما انتم شايفينها. هوريكم برضو نفس الطريقه دي يا جماعه. محدش بقى يا جماعه يعني يتكلم والنبي كتير ويحد يقول بقى لا ده طريقه غلط وطريقه مش عارف ايه. باجي من عند المكان ده كده اهي، بقوم شايفين اهي طلع معايا بكل سهوله اهو. هشد انا بقى ايه رايك بقى في الطريقه ديت، طريقه سهله. انت تشوف بقى، انا هفتحه لكم برده كمان عشان تشوفوها، يعني هشوف في بواقي ولا لا، بس هو طبعا مش هتلاقي في بواقي لان هو بيطلع كلاته مره واحده. شايفين ابيض ازاي؟ مفيش حاجه خالص اهي. يبقى انتوا كده يا جماعه يعني انا وريتكم طريقتين اتنين لتنظيف الجمبري، ووريتكم ازاي تفرقوا ما بين الجمبري اللي بتاع المزارع والجمبري بتاع البحر. تمام، جمبري البحر طبعا بيبقى نظيف وبيبقى لونه فاتح شفاف، بيبقى لونه يعني ايه مد على ما بيض كده. نعملها تاني كمان بالدبوس اهي. هو انتوا حتى لو انتوا بصيتوا هتبص تلاقي الحبل او اللي اهو الحبل الرملي ده بيبقى شوفه بيبقى باين اهو. يعني وانت بتيجي تعمليه كده اهو شايفين بيبقى عامل زي الخط كده. شايفين شفاف ازاي؟ شوفوا لونه عامل ازاي، لونه ابيض، لان زي ما قلت لكم يا جماعه ما بيبقاش فيه رمل كتير، انما بتاع المزارع بيبقى طالع لونه اسمر. شايفين؟ تمام كده يا جماعه، انا كده الوقت عرفتكم اهو. لو انت ما عرفتش تعملي الطريقه اللي انا بعملها ديت اللي هي بتاعه الدبوس دي ممكن تعمليها بالطريقه الاولانيه دي برضه هتسهل عليكي. بس صدقوني يا جماعه الطريقه ديت سهله جدا وما فيش فيها اي حاجه، يدوبك بتعملي الدبوس بتعمليه في الظهر كده زي ما انا هجيب واحده كده هوريها لكم اهي، بتغزي بس الدبوس. بس لازم يكون يا جماعه الدبوس نضيفه معقم، لو ما كانش جديد ما استعملش خالص ممكن تحطيه على النار لغايه ما يتعقم خالص، وبعد كده بتغرزيه كده او بتغزيه في ظهر الجمبري لغايه ما بيطلع لك الحبل الرمل اللي بيبقى موجود هنا.
هخلص بقى كل الجميع دي يا جماعه بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى يا جماعه تعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.